وتزامنا مع الخطاب الذي قدمه الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته 72، نظم الآلاف من أبناء المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة تظاهرة حاشدة. ورفع المتظاهرون لافتات ضد النظام الإيراني والرئيس روحاني مطالبين بمحاكمته كمجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية. على بعد أمتار فقط من مقر المنظمات الدولية والمحفل الأكبر للدبلوماسية على مستوى العالم، تعالت أصوات المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة منددة بالنظام الإيراني وجرائمه التي اقترفها بحق الإنسانية وما يزال. قاموا أعدم عشرات الآلاف من المعتقلين الإيرانيين عام 88، وهي جريمة ذهب طي النسيان وبدون عقاب. هذا النظام يتدخل باستمرار في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في سوريا ولبنان واليمن والبحرين والعراق وفي كل مكان. هذا النظام يستخدم أموال ومدخرات الشعب الإيراني لدعم وتمويل الإرهاب الدولي. وطالبت شخصيات سياسية أمريكية بارزة شاركت في التظاهرة بوقف الإعدامات الجماعية وسحب الحصانات عن قادة ومرتكبي مجزرة السجناء الإيرانيين عام 88، والتي راح ضحيتها أكثر من 3000 معتقل سياسي. كل مشكلة تقريبا في الشرق الأوسط إما بسبب إيران أو نتيجة تدخلات إيران ونظام الملال الحالي. إيران توفر دعما قويا للإرهاب الدولي منذ عام 79، وإذا ما أضفنا التهديد النووي من قبل نظام طهران فإن ذلك من شأنه أن يمثل مشكلة كبيرة لدول المنطقة. وأبرز المتظاهرون في خطاباتهم وشعاراتهم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع حاد في وتيرة الإعدامات التي تجاوزت 3000 شخص، وطالت نساء وأطفال وشيوخ من بينهم معارضين للنظام، خاصة من أبناء الأقليات السنية وقوميات دينية وعرقية مختلفة. لقد تغيرت الأمور كثيرا، خاصة بعد مؤتمر الرياض، حيث اتفق أكثر من 50 زعيما عربيا ومسلما على الوقوف إلى جانب الرياض والتأكيد على خطر النظام الإيراني على دول المنطقة والولايات المتحدة وحلفائنا في منطقة الشرق الأوسط. وحملت القوى السياسية الإيرانية والأمريكية النظام الإيراني مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرار في تجاربه وأبحاثه على الصواريخ البالستية والأسلحة النووية، مطالبين الأسرة الدولية بطرد إيران من المنظمة الدولية ورئيسها حسن روحاني. وتضامنا مع المعارضة الإيرانية والاتفاق على المحتوى والمضمون، انضمت الجاليات اليمنية إلى المعارضة الإيرانية معلنين عن تأييدهم وترحيبهم بالدور الذي يقوم به التحالف العربي في اليمن، منددين بدور طهران التي تستمر في تمويل وتدريب الميليشيات الحوثية وتغذية الصراع الطائفي هناك. حسن رمزي تولي، لقناة الغد، من أمام مقر المنظمة الدولية نيويورك.